المسيحيه اولا سكاس امباكي هو كبير هذا انه احتفل اسبوع يعني بالسنه المسيحيه هذا الاسم وصحي كثير الله يسلمك صاحب جلال ريفو هو اللي قضى باش تكون القصه ديال الجزائريه ماشي شي حد اخر صاحب جلال منصور هو اللي قضى انه يعني يكون عيد وطني مؤدى عنه نحتفل به كما غالبا كنا شكرا لصاحب جلال نعطيكم واحد لا كونفيدونس عمري كان اي من اجمل الايام ديالي ان واحد النهار في خلفه العشيه جاتني مكالمه هاتفيه من صاحب الجلاله اللي بدا لي ديال ان خطا القرار باش غادي تكون يوم عيد وطني ديال الامازيغيه لان الامازيغيين بغاو يستعملوا هذا صراحة كان من أجمل الأيام ديالي تلمون كنت يعني من بسط هذا بغيت نسقسي سيدنا غايسو باش غادي ندوزو للتاكسيون قال لي بيان نخدم معاك التليفون سي تو سويت فهذا يعني عمل يعني التاريخ ديال المغرب ما غادي نساش صاحب جلال الله يصوب وحنا داخل التجمع الوطني ما نساش وكنشوف الحمد لله في بلادنا انه ما بقاش احتفالات داخل البيوت ديال يعني السنه الامازيغيه هي احتفالات اليوم ديال المواطنين يعني في الشوارع في الاحياء في جميع المناطق بما فيه في جميع المدن وهذا شيء ايجابي اللي يمكن يعطينا واحد عطينا تمركز ثقافي اللي هو كبير وهذا يمكن يكون موقع سياحي للمستقبل يعني العديد من الدول العديد من المواطنين الاجانب يعني من الناس اللي كيعيشوا في بلدان اخرى يهتمون بالثقافه الامازيغيه